السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، يا رب تكونوا بألف خير يا ولاد. تعالوا مع بعض ناخد درس تاني في الوحدة التانية، وهو الأقاليم المناخية في مصر. يا ولاد الدرس ده مترتب ومرتبط بالدرس اللي قبله المناخ، فلازم لما هذاكر تذاكر الأول المناخ عشان تعرف إيه هو المناخ زي ما قلنا، وعناصر المناخ اللي هي الحرارة، ضغط، رياح، أمطار، رطوبة، تمام؟ وبعد كده نيجي نطبق بقى في الدرس ده ونشوف مصر، خريطة مصر إزاي أقسمها إلى مجموعة من الأقاليم المناخية. طب يا ميس دلوقتي يعني إيه إقليم مناخي؟ الإقليم المناخي يا ولاد هو عبارة عن مساحة من سطح الأرض تتشابه فيه عناصرها المناخية المختلفة. طيب يعني هي مساحة من الأرض بتتشابه في العناصر المناخية، يعني الحرارة، الضغط، الرياح، الأمطار، الرطوبة. تعالوا أولاد مع بعض نشوف إيه الأقاليم المناخية اللي موجودة في مصر. تنقسم مصر إلى 4 أقاليم مناخية. في الشمال بالترتيب كده أولاد زي الفصول بالظبط، ما ينفعش أقدم فصل عن فصل. أقاليم المناخية بتاعت مصر متقسمة كده: إقليم البحر المتوسط، يليه إقليم شبه الصحراوي، يليه الإقليم الصحراوي، يليه الإقليم المرتفعات. تمام، وادي الخريطة بتاعت مصر. لو خدت بالكم في خريطة مصر يا ولادي ان احنا ماشيين بصورة عرضية، اللي هو واخدين مثلا إقليم البحر المتوسط من رفح لحد السلوم لحد ما اوصل الى مدينة طنطا. في اي مكان من الجزء ده بيسمى الإقليم ده المتشابه في الخصائص بتاعته المناخية، ويسمى بإقليم البحر المتوسط. طيب ما هي خصائص إقليم البحر المتوسط؟ أول حاجة يا أولاد هيطلب مني في كل إقليم 3 معلومات. المعلومة الأولانية يقول لي الموقع بتاعه أو الامتداد بتاعه. المعلومة التانية هيقول لي الخصائص المناخية بتاعته اللي هي الحرارة والرطوبة، رياح، طيب أمطار. تالت معلومة هيقولي أهم المدن المصرية اللي في الإقليم ده. أول حاجة يا ولاد يلا نراجع معلوماتنا مع بعض. أولا هناخد امتداد الإقليم بتاع البحر المتوسط. بيمتد إقليم البحر المتوسط على طول الساحل الشمالي بتاعنا، طيب على البحر المتوسط من رفح للسلوم. طب هيفضل يتسع معايا الإقليم لحد ما يصل إلى مدينة طنطا. يلا ندخل على الخصائص المناخية. يلا نتبع كلمة الألفاظ اللي احنا متابعينها من الحصة اللي فاتت. ايه هي الألفاظ بتاعتنا اللي بناخدها وبنحسبها ونعرف في الأقليم ده هو ايه؟ 1 بالنسبة للحرارة هو أكثر أقاليم مصر اعتدالا في درجة الحرارة. يبقى لما يجي لك أكثر أقاليم مصر اعتدالا في الحرارة هو أقليم البحر المتوسط. تمام؟ طيب ها ولاد افتكر معايا المدى الحراري اللي موجود عندي بقى هيقل ولا هيزيد؟ هيقل المدى الحراري اليومي والسنوي. طب ايه السبب؟ بسبب تأثير البحر المتوسط. طيب تاني حاجة، اكثر اقاليم مصر مطرا، ومعظم المطر اللي بيكون فصل ايه؟ ها الشتاء، نتيجة هبوب الرياح الايه؟ الغربية العكسية. طيب بالنسبة للرطوبة بقى، ها لو تفتكر مية وحرارة ها هتعمل ايه؟ يبقى اذا هترتفع نسبة الرطوبة في الجو خاصة في فصل الشتاء. يبقى انا اذا خدت الخصائص المناخية بتاعتي من حيث حرارة اكثر اقاليم مصر اعتدالا وبيقل في المدى الحراري، واكتر الاقاليم عندي مطرا خاصة في فصل الشتاء وبترتفع في نسبة الرطوبة. اهم المدن يا ولاد اللي موجودة عندي هي مرسى مطروح، اسكندرية، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح وطنطا وكفر الشيخ والسلوم. تاني اقليم عندي من الاقاليم شبه صحراوية، وهو من الاقاليم اللي عندي المناخية، وهو الاقليم الشبه صحراوي. بيمتد منين بقى؟ يلا يا ولاد ننزل من جنوب
إقليم البحر المتوسط هنلاقي على طول إقليم شبه صحراوي. طيب قلت جنوب البحر المتوسط، قلت عند دائرة عرض اللي عند مدينة طنطا إلى المنيا، يبقى من طنطا للمنيا إيه يا ولاد؟ إقليم شبه صحراوي. بيشمل بقى عندك جنوب الدلتا والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسواحل سيناء وخليج العقبة والسويس. يلا ناخد خصائص مناخية. احنا في اللي فات قلنا اكثر اعتدالا بالنسبة بقى للحرارة هنا يا ولاد، لو تخلي بالك لازم هفرق ما بين صيف وشتاء. احنا قلنا ان كلما اتجهت نحو الجنوب درس اللي فات بتبتدي الحرارة يحصل فيها ايه؟ ان هي تبتدي ترتفع. طب ده وكان في فصل ايه؟ صيف. انما في فصل الشتاء ايه اللي هيحصل؟ انها تقل درجة الحرارة. طيب تعالوا نشوف المدى الحراري. المدى الحراري في البحر المتوسط كان اللي بيحصل فيه في المدى الحراري بيقل. طب انا بعدت عنده وابتديت اتجه نحو الجنوب، يبقى الاقليم الشبه صحراوي هيبتدي يزداد الايه؟ المدى الحراري، خاصة كلما كمان بعدت نحو الداخل نحو الجنوب. طيب كمية الامطار هتقل كلما اتجهنا جنوبا. طب الرطوبة النسبية هتقل في الشتاء وهترتفع فين؟ في الصيف. تعالوا أولاد نشوف أهم المدن اللي موجودة عندي: القاهرة، السويس، شبين الكوم، بني سويف، الفيوم، البواطي بالواحات البحرية والمنيا. تعالوا أولاد نشوف تالت إقليم عندي. يلا يبقى بحر متوسط شبه صحراوي صحراوي. إقليم الصحراوي بقى أولاد من عند مدينة المنيا لحد ما نوصل لجنوب مصر، حدود مصر والسودان. طبعا اكيد هيضم الجزء الجنوبي من الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. طب يلا الخصائص المناخية، يلا خد اللفظ اللي عندنا هنا ايه؟ اعلى اجزاء مصر حرارة، اعلى اجزاء مصر حرارة، خاصة في فصل الصيف. طيب ليه؟ عشان انا عندي المناخ بتاعهم هو المناخ السائد عندي، هو المناخ القار، بعيدنا عن الميه خلاص. طيب اتنين، معدلات الرطوبه بقى النسبيه. ها اولاد هنا في ميه وشمس، هتنخفض معدلات الرطوبه النسبيه صيفا وشتاء. طب بالنسبه للامطار اللي عندي تكون قليله نادره غير منتظمة، وخاصة بتكون الأمطار موجودة عندي غير منتظمة في فصل الشتاء. أهم المدن يا ولاد اللي موجودة عندي: أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، قصير، والخارجة، وسفاجة. يبقى أنا دلوقتي قسمت مصر لأربع أقسام، خدنا ثلاثة منهم: بحر متوسط إلى مدينة طنطا، ومن طنطا للمنيا شبه صحراوي، ومن المنيا لجنوب مصر الاقليم الصحراوي. طيب تعال نشوف اخر اقليم بقى وهو مميز بذاته، وهو اقليم المرتفعات. اقليم المرتفعات ده اولاد يخص جهتين بس، المرتفعات ايه اكتر المرتفعات عندنا في مصر؟ قلناها قبل كده كذا مره في كذا درس، وهي اعلى حاجة عندي وهي جبال جنوب سيناء سانت كاترين وجبال البحر الاحمر. طيب ايه هي اهم الخصائص؟ تعالى نرجع للقاعدة الرئيسية اللي احنا خدناها في المناخ الحصة اللي فاتت. الارتفاع عمل ايه في الحرارة عندي؟ كلما ارتفعت 150 متر قلت ايه درجات الحرارة؟ درجة واحدة مئوية. طيب يبقى اذا المناطق عندي بالنسبة للحرارة في المرتفعات دي بتختلف من ارتفاع للآخر من منطقة لأخرى. طب تقل درجة الحرارة في الإقليم ممكن تقل مثلا 10 درجات صيف. طيب
وفي الشتاء اولاد هتقل خالص، ممكن توصل مثلا، مديني هنا مثال على في مدينة سانت كاترين ل3 درجات. طب سؤال، هل تسقط أمطار عندي في إقليم مرتفعات؟ فعلا هتسقط الأمطار في فصل الشتاء وتقل في فصل الصيف، وبتكون بغزارة يا أولاد في جبل علبة في أقصى جنوب شرق مصر، وفي أمطار فجائية ممكن تتحول إلى سيول، ودي إحنا عارفينها الأيام اللي فاتت دي في فصلي الخريف والربيع. إيه أهم المدن الموجودة عندي في إقليم مرتفعات وهي مدينة سانت كاترين؟ طب تعالوا نشوف الخريطة بتاعتنا يا أولاد ونشوف التقسيمات اللي عندك. بص يا أولاد، أول حاجة عندي إقليم البحر المتوسط اللي هو اللون البينك اللي فوق ده، يليه اللون اللي بعده اللون الأصفر اللي هو إقليم شبه صحراوي، وبعدين الإقليم الصحراوي اللي هو اللون الأغمق منها، إقليم المرتفعات اللون الفاتح خالص اللي هو عند جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء. يبقى احنا النهاردة أهم حاجة أخدناها وهي الأقاليم اللي موجودة عندي، إقليم بحر متوسط وإقليم شبه صحراوي الصحراوي والمرتفعات. طب إيه هل يا ميس بيحصل فيه تغيرات مناخية في مصر بتأثر لي علينا؟ آه طبعا. يبقى إيه ما معنى كلمة تغيرات مناخية؟ التغيرات المناخية اللي بتحصل يا ولاد هو اختلال في الأحوال المناخية المعتادة عليها المكان على سطح الأرض، وبتؤدي على المدى الطويل لتأثيرات هائلة جدا في النظام الحيوي أو الطبيعي بتاع الأرض. طب تعالى نشوف إيه أسباب حدوث التغيرات المناخية اللي موجودة عندي دي. زيادة نسبة تركيز الغازات المتولدة عن عمليات الاحتراق وتصاعدها في الغلاف الجوي بسبب الأنشطة البشرية. الغازات دي زي ايه؟ طبعا طبعا، ولازم يتذكر اول حاجة ثاني اكسيد الكربون وغازات الكلورو فلورو كربون. طيب ايه الاثار اللي ممكن تكون تأثر لي الاثار السلبية للتغيرات المناخية اللي بتحصل عندي؟ تعالوا ناخد المية العذبة والمية المالحة. اول حاجة ارتفاع معدلات الحرارة هيعمل ايه يا ولاد؟ احنا عند القطبين في جليد، يبقى اول حاجة هتحصل عندي من ارتفاع درجة الحرارة اللي هيتأثر بيها وهو انصهار الجليد. 2 ارتفاع منسوب المية في البحار والمحيطات، وممكن يؤدي لغرق في السواحل بتاعتي الشمالية لمصر. زيادة درجة الحرارة كمان هيؤدي لزيادة معدلات التبخر، فعشان كده نقص كميات المياه خاصة في نهر النيل، دي بالنسبة للمياه العذبة. طب وفي تغيرات هتحصل نتيجة اللي بيحصل ده كله في ارتفاع نسبة البخر اللي عندي دي، ان هتتغير اماكن سقوط الامطار ومعدلاتها ومواسمها كمان. طيب تعالى نشوف على صحة الانسان بقى. لو الحرارة ارتفعت ما بنستحملش على طول، لا قدر الله تلاقي دخلنا في موضوع امراض وممكن توصل لامراض خطيره يا اولاد، زي لا قدر الله الملاريا، سرطان الجلد، ضربات الشمس، كل الكلام ده. طيب بالنسبه بقى ان المناخ كمان بيأثر في زياده معدلات تكاثر الحشرات، والحشرات دي اكتر حاجه في بتساعد على نقل العديد من الأمراض، إن كانت في الحيوانات للإنسان، إن كانت من إنسان لإنسان، إن كانت في أي مكان لينا. طب بالنسبة للسياحة، لو حصل في اختلاف في درجات الحرارة إيه اللي هيأثر عليا؟ ها؟ إيه اللي هيختفي عندي؟ اختفاء أجزاء مثلا من الشواطئ الرملية خاصة في الساحل الشمالي. طب الزراعة، اكيد يا اولاد انخفاض انتاجات الزراعه اللي عندي في المحاصيل الشتويه، اللي دلوقتي انا عندي محاصيل شتويه ومحاصيل صيفيه، لو درجات الحراره فضلت عاليه عندي نتيجه عمليه ايه
زيادة الغازات الدافئة اللي هي الكلوروفلوروكربون وثاني أكسيد الكربون، فالحرارة هتبقى زيادة. طب ده هيأثر لي أكيد إن هتقل عندي المحاصيل الشتوية، وهتبقى أغلب المحاصيل الموجودة عندي في السنة محاصيل إيه؟ اللي هي الصيفية. ارتفاع درجة الحرارة ده كمان بيؤدي إن إحنا لازم يكون في مياه ري كتيرة عشان تواجه الحرارة اللي موجودة دي عشان النبات ما يبوظ بتاعك. تمام؟ طيب يبقى احنا اخدنا دلوقتي اخدت الاقاليم المناخيه، واخدت ايه هي الاثار السلبيه للتغيرات المناخيه اللي ممكن تحصل عندي. يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اقابلكم المره الجايه في اخر درس عندنا في الجغرافيا، وهو النبات الطبيعي والحيوان البري.